هنعمل ابلود للايمج اللي احنا نزلناها. هنشوف مع بعض ان هو بيحول الايمج لكود، والكود هيتحول لابليكيشن. الموضوع بقى وهم. السلام عليكم. فيديو النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نحول صورة اي ابليكيشن او ويب سايت او لعبة مثلا، ان احنا نقدر نحوله لابليكيشن حقيقي او ويب سايت حقيقي. نبدأ مع بعض باول خطوة، هنخش على جوجل، هنختار الابليكيشن اللي احنا عايزين نعمل زيه. مثلا عايز اعمل عن برنامج محاسبة، نخش على الصور وهنختار الفرونت اند او الشكل بتاع البرنامج اللي احنا عايزين نعمل زيه. مثلا عايز اعمل ابليكيشن زي كده، نعمل سيف ايمج اس، سيف على الديسكتوب. ده شكل الابليكيشن اللي احنا عايزين نعمل زيه، وبكده نبقى خلصنا اول خطوة. نخش على تاني خطوة، وهي ان احنا نحول الايمج او الصورة ديت نحولها لابليكيشن حقيقي. نفتح جوجل تاني، نخش على الاي اي ويب سايت وهو بلاك بوكس اي اي. نخش على اول لينك. بلاك بوكس اي اي من اخطر المواقع اللي ممكن الديفلوبر او الكودرز يشتغلوا عليها. النهارده احنا هناخد حاجه واحده منه بس، وهي الاب بيلدر اللي هي بتحول الايمج لابلكيشن زي ما قلنا. هنعمل ابلود للايمج اللي احنا نزلناها. هنشوف مع بعض ان هو بيحول الايمج لكود، والكود هيتحول لابليكيشن. الموضوع بقى وهم يعني، بصراحة انا شايفه حاجة جامدة جدا. مش كده بس يعني، ده هو بيشتغل على مالتي بلاتفورم، يعني هنبقى يعني نشتغل على الديسكتوب، نشتغل على الموبايل. خليه لحد ما يخلص. يعني بصراحة حاجة وهم. وكده خلص الفرونت اند بتاعه. طب نشوف شكله على الموبايل، حاجة جامدة جدا. اللي احنا بنعمله دوت كان ممكن يشتغل فيه تيم من الديفلوبر، وكانوا بياخدوا وقت طويل جدا فيه. ده دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا بالنسبة لي. ودلوقتي خلص الفرونت اند او الشكل بتاع الابليكيشن، فهنطلب منه ان هو يحوله الابليكيشن حقيقي. هنقول له make it a real application and add functions for buttons. هيعمل ري جنريتنج للكود. زي ما احنا شايفين مع بعض، يعني بيحول كل كلمة انت بتقولها له بيحولها لشغل فعلا. view details. بعد كده بقى انت هتطلب منه يعني مثلا العملاء ديت لما تضغط عليها هتديك ايه المصروفات، هتفتح لك ايه الايرادات المخزون. بمجرد بس ان انت هتقول له انا عايز حركة المخازن مثلا لما اضغط عليها تحولني للصفحة الفلانية اللي فيها كذا كذا. فبالتالي الموضوع بقى جميل جدا بصراحة. شوف شكله على الموبايل، روعة طبعا. طب بعد ما خلصت شغل على الابليكيشن وعملت الفرونت اند او الشكل اللي انا عايزه للابليكيشن، وعملت الفانكشن بتاعت البوتن او هو هيعمل ايه بالظبط، وخلصته خالص وعايز انزله عندي على الجهاز، بعمل له داونلود. هو مجاني تماما يعني، ما مدفعش فيه اي حاجة. بخش على الدايركتوري، بيديني كودنج فايل. طب اعمل له تيست مثلا نجربه، بصراحة جميلة جدا.